السلام عليكم. انا خضار كنمارس الخضره من بكري قديم في الخضره. هذا العام الخضره عمر ما شفت وصلت لها الثمن. دابا الفروي كيوصل 2000 فرنك 1500 1800 كيجي المشتري ديالك كتحشم تقول له الثمن. كيجي ما كيبغيش يدير معك الثمن كتعمل له شي ميكات بساط ما كاين والو 15000 16000 ما كاين حتى حاجه. هو كيقول راه زاد عليا ولا هذا الثمن غالي. حنا كنبيعوا نشريو في الخضره الفروي ما كنديوش. حنا خضاره وكيجينا غالي كنبيعوا كيجينا غالي ما كنديو بو فروي. الخضره طالعه اذا الاثمنه طالعه وما عرفناش علاش. بالحقيقه ان كله طالع كل شيء غالي والمداخل ما كاينش. ان المشكل دابا مشكل اجتماعي اقتصادي محض. ان ما كاين التسميه الدلاح راه يوصل 5 دراهم. يعني الاسعار مرتفعه بزاف بزاف على المسكين وعلى البوبري وحتى على البيع. الحقيقه الاسعار شويه غاليه سخونه خاصة سوق السمك سوق الأسماك. يعني الأسعار ديالها ملتهبة. 40 درهم للسمك راه ليست في متناول الجميع. بالنسبة للخضر كاين الخضرة اللي غالية كاين اللي شوية رخيصة والحمد لله. يعني جميع الخضر والفواكه متوفرة في سوق المركب هذا. يعني وتا الإقبال شوية ضعيف بالنسبة للسنوات السابقة. هذا العام كيبان والله أعلم الإقبال شوية ضعيف. القدرة الشرائية يعني شوية ناقصة. هذا راجع لالتهاب الأسعار. أسعار ليست في المتناول بالنسبة للمواطن البسيط. أخويا الخضرة غالية والخدمة ما كايناش. خدمة فاش يديرونا حل فاش يخدموا. فهمتش أنا يا لهذ الناس هذا؟ والله ما فهمتش. أنا براسي صنايعي والمهم الفيلم كامل طالع على الخدمة. الخدمة ما كايناش. خص يديرونا الخدمة والخضرة غالية. واش البطاطا من اللي توصل لسبعة دراهم كاين ما كاين شي معيشة؟ بنادم يمشي يدفن راسو وصافي. خينتي طولوس فالتا ترافاخو الخدمة. كاين الخدمة كاين كلشي. كاين راس مزيان كاين ساحة كاين الماكلة كلشي فاميليا بخير. فالتا الخدمة المغرب صافي. متناول الجميع. كندورو هنا في الشارع يبان لي الثمن ما كانش اسعار غاليه بالنسبه للمواطن. وكنتمنى تبقى هكا. و الخوخره داير 10 دراهم التفاح داير 1500 بالنسبه للمطيشه رخيصه يبان لي بطاطا في متناول المواطن الفقير. بالنسبه للفواكه شويه مرتفعه في هذا الشهر رمضان. وكنتمنى ان شاء الله منخفض الاثمنه وهذا الشيء اللي غادي نقول.